محطتنا الأخيرة لليوم من جبل المدينة الشاهدة على الحضارة السورية ببعدها التاريخي والسياحي، مدينة يلي بتحمل الوفاء لأبناء سوريا وأمهاتهم، حيث نظمت مديرية دائرة السياحة بالمدينة فعالية حملت اسم الوطن أم والأم وطن. وللمعلومات أكثر عن هالفعالية معنا عبر الهاتف رجاء مكنا مديرة دائرة سياحة مدينة جبلة. يسعد صباحك. هلا صباح النور يا هلا، يسعد صباحكم. صباح الخير ست رجاء. هلا صباح النور، يسعد صباحكم. بداية ممكن تخبرينا أكثر على تفاصيل الفعالية الوطن أم والأم وطن؟ والله نحن هيك عملنا فعالية أنا وزملائي بدائرة السياحة بجبلة، حبينا هيك نتشرف بوجود الأمهات عنا، وهذا تكريم لإلنا طبعا مو لإلهم، يعني وجودهم بيشرفنا، فهيك عملنا لهم فعالية بالمركز الثقافي بجبلة، وحضرة شخصيات من المحافظة ووجوه سياسية، ف الحمد لله لاقت قبول الحمد لله، وانبسطوا امهات الشهداء، وشو ما عملنا لهم قليل، بتعرفي انهم قدموا فلذة اكبادهم لنا بالتاكيد اغلى ما يملكون، فنحن شو ما عملنا لهم عم نعمل هي الفعاليه لحتى نحسسهم انه نحن ابنائهم، نحن موجودين معهم، واكيد يعني شو ما قدمنا لهم قليل، فهي كان هدف الفعاليه، نحن تشرفنا بوجودهم اكثر من انهم تشرفوا بوجودنا، هذا تكريم لنا طبعا. ست رجاء خبرينا أكثر، شو قدمتوا خلال هالفعالية؟ قدمنا عروض مسرحية، فرقة ساماس قدمت كورال أغاني لعيد الأم، فرقة جابالة الوطنية قدمت عرض مسرحي رائع بعنوان عرس الوطن، كمان سكتش عن الشهيد كان رائع، تمثيل عن الشهيد، كلمة لأم الشهيد حكت كلمة رائعة ثانية، بعدين زجل، وبعدين تكرمنا أمهات الشهداء. نعم، يعني ست رجاء خلينا نحكي اليوم عن الرسالة يمكن اللي عم تقدموها، قد ايه مهم هي الرسالة، رسالة الوفاء للأمهات السوريات وبالأخص أمهات الشهداء. هو أول شيء كل عام وخير لكل أم بالوطن العربي ولكل أم سورية، لأنه كل أم سورية أكيد عم تبذل جهد وعم تقدم كثير لحتى تربي أولادها وتضحي في سبيل هذا الوطن، ولكن أخص بالذكر أمهات الشهداء لأنهم عن جد يعني انا ام وبقدر التضحيات اللي عم يقدموها، بس كله بيهون كرمال الوطن الام سوريا، كله بيهون، يعني دائما عندنا شيء اكبر نحن بدنا نقدم له، وان شاء الله ان شاء الله بيتحقق النصر ونحتفل كلنا بالنصر. امين يا رب. يعني اخترتوا اسم مميز يمكن لهالفعاليه يلي هو الوطن ام والام الوطن، كيف اخترتوا هالاسم؟ والله يعني أنا هذا اختياري، أنا إن شاء الله يكون اختيار موفق، يعني أنا الواحد دائما الأم دائما عندها إحساس عالي، وأنا ابني بالجيش العربي السوري، فدائما الإحساس بيكون عالي أي أم بيكون عندها، فابني ضابط بالجيش وكثير، فهذا كان اختياري، إن شاء الله يكون اختيار موفق يعني. الله يحمي لك يا رب. هو بطل أكيد من أبطال الجيش العربي السوري. خلينا نحكي مع حضرتك عن الأنشطة بدائرة سياحة جبلة. نحن أول شيء قبل هذا النشاط عملنا نشاط، نحن كرمنا 45 طفل شهيد كمان بمدينة جبلة، وكان هذا بإشراف السيد الوزير ووزارة السياحة، فأنا كثير بشكر السيد الوزير لأنه دائما هو عم يدعمنا بهيك قصص، يعني دائما بيركز دائما على أسر الشهداء ومصابين الحرب، بيقول لنا دائما، وبتعرفي مدينة جبلة أم الشهداء يعني، فهي قدمت كثير وهي مستمرة بتقديم الشهداء يعني حتى نحقق النصر بإذن الله، فنحن مستمرين على هذا الطريق وبإسراف وزارتنا، والسيد الوزير دائما عم يرعانا بهيك قصص يعني. نعم. فهو مشكور كثير السيد الوزير. نعم. مشاريعكم القادمة شو هي؟ نحن مستمرين بالفعاليات، عندنا كمان تعرفي ست أيار عيد الشهداء، كمان نحن كثير يعني عم نحضر لفعالية، عندنا مهرجان بمدرج جبلة، في مهرجان ضخم ان شاء الله هذا عم نعمله كمان، كثير مهرجان رائع بده يكون. فكثير فعندنا كثير فعاليات، بس التركيز الاول والاخير على اسر الشهداء، انا اولا زوجة الشهيد وابني ضابط بالجيش العربي السوري، فانا اركز دائما على اسر الشهداء ومصابي الحرب. أكيد هن دائما بوصلة أي فعالية، أكيد تحية لروح زوجك وإن شاء الله ابنك بيكون بخير وبسلام. شكرا لك ست رجاء مكنا مديرة دائرة سياحة مدينة جبلة. جبلة دائما أم الشهداء، وجبلة ستبقى صامدة مدينة الصمود ومستمرة في تقديم الشهداء لتحقيق النصر في كل أرض سوريا، وأهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. نعم شكرا لك مدام رجاء.